عم بمات وحلش للتركيز مرشع عشعاج يحكو ما نحي المركز سيب وجهك عامو فيسبا عندي انا كل متراج بدل القانون يا حاج قانون زطلة قانون زطلة لازم ينظروا فيه من الاخر معناتها شباب مدمرة في جرة عام وفيسبا دونك بدلوه نحيوا حكايات عام ومليون ودي سايب العباد شنو سيجارو بشي شيخ خلي شيخ مو معمل حد شيء زايد خلي العباد شيخ اني اكيد فما برشا حلول اخرى ابار اني فور اكزومبل تعدي الفلوس وتعدي مليون نصور فما برشا حلول اخرى علاش ما ينظروش للشخص هذيك كمدمن معناها ينجموا يعالجوه هما بطريقتهم في كل دولة كيما تونس في العالم معنى أي دولة في العالم موجود سبيتار كيما سبيتار جبل الوسط على كل مواطن يتيح على استهلاك أي مادة مخدرة يبعث عليه 1500 دولار يمشيوا لي سونتر نعالجوهم باش ندخلوهم للحبوسات على خاطر احنا نشوفوا قدش مرة يدخلوا الطريقة الزجرية ذي دخلوهم للحبوسات بعد تعاود حاجة بلو غراف العائلة هذيك على شكون؟ بوه راجل كبير على شكون؟ مرة كبيرة على شكون؟ على شكون برأس والديك؟ حرام راه ولا حرام؟ باش نترزي في خدمتي في مستقبلي في بتروات تتمسخ بيدو تتمسخ اللي معناه يتشد مثال تيديون واحد يقرا في الليسي واحد يخدم صيي معناه في الباك تكيف سيجارو يعادي الباك في الحبس عليه يطيحوك على الإدمان معناها وبعد يهزوك للحبس ياخذوا عليك مليون و520 خطية كان جات معناها اللعبة هي كما نقولوا نحنا كيف الشراب يمكسوا عليها رم سايبينها خاطر ما عندهم فيها حتى فرنكهم اللعبة على ذلك ما يحبوش يسيبوها من الاخر انا احكي لك كان جات اللعبة تبيع في رجب العبيدي رايم سايبة خاطر فيها بورسنتاج لهم هم شديتوا على استهلاك دخلوا لك 100 كيلو النجم نعملوا نسبة معينة معناها كيف ما تعامل بيها البرة فما نسبة معينة كيف يفوتها يولي يتحاسب عليها انا مع واحد كيف زطلة خاطر يكلمي روحه الزات عمرها ما تعمل حاجة خايبة معناتها ما تعملش مشاكل تخليك تعمل حاجتين يا مبهم يا تضحك معناها أما الزات لا ترخي في الأعصاب يرقد ساعة يتكيف سيجارو ساعة أبوك يبدأ مقلقك في الدار كيفو سيجارو تو يرقد كي باش يدخل المجتمع مرة أخرى ما واش باش يكون ساهل برشا باش يرجع واحد كم يعني عاد في الحبس نظرة المجتمع دي باش تبدل ولا شوكي حتى القراية ما عادش حاب يرجع يقرا ولا يتيح بين عينين أصحابه وكل شيء كيف تعاطي المخدرات ما يصيرش بالزجر يصيرش ندخلوا الاولاد الحبوسات وهما صغار يصير بالتوعية خاطر الشباب معطل مهمش وحتى الناس ولا تمشي للقرايه ما عينهاش ثم الناس ولا تمشي باش تضيع في وقتها وبس تتكيف لازم توقف الدروغ لا حبس ولا خطيه ولا حتى شيء وبارك الله فيك